والشيف نادية اللي قدموا لكم ما ألذ وطاب من الأطباق الجديدة كما قلت والاقتصادية. دائما نادية راهي توجد فرحة باش تجي، راهي كانت مع لا بريباراسيون. خلوني فقط نذكركم بالرقم الهاتفي، كاين أول اتصال قبل ما تدخل نادية، راح نستقبل أول اتصال. يلا نستقبل أول اتصال. يلا ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. واش الو؟ مرحبا. وعليكم السلام، كي راكم؟ انا غايه الحمد لله، وانتم كي راكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون ومنين؟ غزلان من وهران. غزلان مرحبا بك وكل الناس وهران. الله يسلمك. قولي لي كاش حمان شويه؟ شويه شويه، راه عندنا مغيمه بصح راه ميديتي كتلنا. سي معليش، ربي يكون ان شاء الله معاكم وربي يقدركم. امين يا ربي. شا غادي ديروا لي من لاغوسيت؟ البارح ما كملتش شارلوت، تمنيت نشوفها. معليش، تقدري تعاودي تشوفي البث المباشر وتقدري تلقاها في اليوتيوب وتقدري تلقاها في لاباج تاع ناديه. شوفي اليوم شا غادي نديروا. وي اكيد تشوفي. انا نشوف، راني معكم اون ديريكت. يلا هذا الحوت، راحين نديروا الحوت. ما باليش هادو لي بياس جاب لي ربي لي دوغاد، وما على باليش. نيشان نيشان نورمالمون لي دوغاد ماربري. يلا راهم يقولوا لي الشباب ماربري، انا ما عنديش معلومات بزاف في الحوت، وراح نديروا اكيد عفسه حلوه مالحه وحلوه، راح يكونوا حاضرين. ضري تبعي وتعاودي اطباقنا. راني من العام اللي فات وانا نعيط لكم من نهار كونفيلمو. حتى اليوم باش حكمتي حبيبتي؟ حتى اليوم يلا. مقبل ما يبدا الو شيف وانا نعيط نعيط نعيط. صافي دوكا اليوم عيطتي قبل ما تبدا الحصه هكا. فوالا وقتها نعيمه. مرحبا بك الكل هنايا، طاطا نعيمه راضيه. الفريق كاع سلمي عليهم، طاقم تاع الشروق كاع سلمي عليهم. يسلمك، كامل راهم يسمعوا فيك ويبلغوا لك السلام هما ثاني. قولي اهداء وي فضلك، ما تطلبي اطباق ولا ديريكتومون تروحي الاهداء؟ لا نطلب اطباق، راني باغيه نشوف اطباق تاع الشرق. اطباق الشرق زعما وشنو؟ اطباق الشرق وشنو؟ شخشوخه. ان شاء الله ان شاء الله. جامي درتي شخشوخه؟ نسي نديروها بصح حنا اللي باغيين نشوف جديد، باغيين ننوع. حنا عندنا في الغرب نديروا الرقاق، سي بريسك الشخشوخه. الرقاق، وحنا ثاني نديروا الرقاق ميشان. يعني نفس الاطباق، اكيد راح تكون ان شاء الله حاضره شخشوخه تاع الشرق وتشوفوها وتعاودوها كذلك. ان شاء الله يا ربي. يلا قلتي لي اهداء، نخليك ديري اهداء صغير. اهداء لبابا ربي شافيه. ان شاء الله يا ربي شافي جميع المرضى. بابا ربي شافيه واختي. وكامل خوتي وكامل لافامي بوطابا ولا ليلوش. ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا في الاستماع وربي يحفظهم وربي يشافي لك الوالد. امين يا ربي، هذا ما كان يدعو معنا المشاهدين غير ربي يشافينا الوالد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يلا شكرا على اتصالك. ميرسي، ربي يحفظكم ان شاء الله. سلمي كاع على طاقم الشروق. زهراء كاع سلمي كاع ليهم. شكرا حبيبتي، يلا مع السلامة. بالسلامة، تهلاو في روحكم. يلا مع السلامة. هاي جات نادية. هاني جاية اليوم. سخانة اليوم، مساء النور. مساء النور، صافا؟ صافا يا ما طولتيش اليوم صافا. شتي جيت نجري. اليوم واحد السيركيلاسيون في الطريق. بمعنى مغلو قاش ومغلو، انا قلت امبوسيبل نلحق. انا البارح قلت راح الشعب في الطريق مفتوحه شتيها. البارح كانت مفتوحه، حنا كيف مغلوقه مغلوقه، لا حتى دخلنا واحد الباب واحد اخر شحلوا فيهم. انا كملتها ابي طالعه نجري والله، وكنت ما جيتش ميم با بطوموبيلتي ولا مع الشوفير، جيت مع واحد السيد. قبل ما نخليك ترحب بيه من بعد نحكي لك واحد القصه بزاف شابه اليوم سمعتها. خلاص سألنا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بينا عندكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد. اليوم عندنا اطباق خفيفه ظريفه، نبروفيتيو شويه من الحوت لانه كاين حوت راهو الموسم تاعو راهو شويه صح رخيص في الثمن. اليوم حندير لهم طاجين تاع الحوت، نديروه بطريقه مختلفه، وحندير لهم في الفوق بالنسبه للناس اللي ما عندهاش هاد الطواجن، وحندير كاتو ساك وشوكولا. يلا انا قلت لك سمعت قصه، شوفي اول ما نط اليوم سمعت قصه لمعاناه امراه راهي تعاني مع الزوج تاعها طيله حياتها وكامل شغل قاستني. ومن بعد وانا رايحه في الطريق رحت مع شوفير اللي حكى لي واحد القصه، على بالك شغل هو يحكي لي وانا فرحانه شغل الاني عيشتها. كنت في صالح وزوجته كنت في زاهيه، قال لي بلا بيها لي روبير يضيعوا لي، قال لي لوكسي. وهو انسان مسن يعني كبير هكذا، وكان يحكي ربي يحفظكم ان شاء الله لبعضكم، قال لي بلا بيها ما نقدرش
الاكسجين تاعي. قال لي لا حي ابدا، قال لي مرتي نحبها، قال لي 10 حتى 35 سنه، قال لي 10، قال لي بلا بي، قال لي كلمه طيب للزهيه القهوه، ما نشربش القهوه من عند حتى بناتي. الله يا زهيه وناكي الله يبارك عليها. تحياتي ليها وربي يحفظكم ان شاء الله، يخلي لكم دائما لبعضكم. هكذا نقولوا دائما تحبوا، لأن الحب جميل، يعني تحبوا الخت مع الخت، الصحبه مع الصحبه، يعني تحبوا بالصدق والنيه، لانه ما كاش ما اجمل من الحب. وما تسبيهم كي كبروا يبداو يساتاش صح، العشره كي يكونوا صغار تسبيهم يتقارشوا هكا ولا خا مشاكل ايتو، باسكو حنا الجزائري شويه ما يعرفش يحب الحب تاعو، لا ما هو بوغال ما يستغناش عليها ويحبها ايتو، بصح كي نكونوا صغار ما نعرفوش دينا هذاك الهواء ايتو، نقارشوا بعضنا بعد ايتو، بصح كي نكبروا تبلي تحكمك هذاك الشعور تاع الوحده، تخافي تقعدي وحدك، دونك يلساتاش لبعضهم. بعد كاين معليش، حنا نقولوا 90% كاع ان شاء الله ربي يهدي كل يعني الازواج راهم معدلين. كاين اللي كيكبروا يجيهم حاله، يجيهم انا عايشينها. يلا نروح نبداو نديرو هذا الحوت لهنا. هذا الحوت انا عندي لهنا مغبغي، كما قالنا المخرج تاعنا يعرف لي الحوت تخي تخي بيان. ولا نقدروا نديروه بلا دوغاد، هذا المغبغي شويه رخيص بارابور لا دوغاد. لا دوغاد راهي لا سيزون تاعها راهي في الاسواق دايره حاله، ولا هذا المغبغي موان شاغ عليها. مهم حوته كبيره تكون ملحمه شويه، نقولوا حنا بياس بياس فوالا. عندي لهنايا راس ثوم، كركم، عندي هذا الفلفل الحار الصغير هذايا، فلفل كحل، هريسه، كمون، فلفل عكري، سكنجبير، زوج حبات طماطم ما يكونوا طيبين مليح نرحوهم، عندي زوج حبات جزر، زوج حبات بصل، حبه فلفل حمراء وحبه فلفل خضراء. تسمى هذه طريقه مختلفه تاع الحوت. ولهنا نسحق الليمون دي ترونش هكايا، نسحق بزاف الليمون، كي نكاسي كاع الحوت هذا يحب الليمون، نسحق الزيت، الملح، وهذوك لي زيبيس اللي هضرنا عليهم، الملح وراه. يلا الملح هنا. وال وسيكر شنو حنديرو؟ حنديرو كاطو ساك، شتي انا قلت لهم وعدتهم، قلت لهم ان شاك فوا ندير لكم كاطو ساك اللي تقدروا ديروه للقهوه. نهار ما كنت شتي درت لهم كاطو ساك ساهل بالزيت ايتو بزاف بنين. اليوم ثاني حندير لهم كاطو ساك محشي شوكولا، اون بات شوكولا ماشي بشوكولا، باغفوا تحبي ديري كاطو ما عندك شوكولا ايتو. انا العجينه حندير لها شوكولا ونحشيها، نحشي عجينه بعجينه، يعني اقتصادي وسهل. يكملوا الو شاف يروحوا يرونوه يستناوه يطيب، ما يجوا يجوا رجالهم العزاز وليداتهم يكونوا تقهوا بهذاك الكاطو. لهنا نحمي الحشيش في المعدنوس، نعيم على بالي دائما لازم ننساو حاجه، خلونا حاجه. يلا هي جابتهم نعيمه. خلوني فقط نذكر برقم الهاتف 0 23 70 92 94 اللي من خلاله تقدروا تصلوا بنا. وعندي بزاف ما قريتش لي كومونتير تاعكم على الفيسبوك، سمحوا لي، لكن اليوم راح نحاول نشوف البث المباشر ونقرا بعض التعليقات ان شاء الله نلقاها فقط، يعني هكذا ديريكتومون دي ميساج ولا تعليقات اللي مباشره، يعني حبينا هذه حبينا هذا. كانت اتصلت قبل ما تدخلي سيده من وهران، كانت طلبت شخشوخه تاع الشرق، شخشوخه الفرق، شخشوخه البرنوت، شخشوخه كاين بزاف. ما اعتقدك حبيت ماكولات تاع الشرق. حدوك احنا ديموندي لنا عفسه تاع سخانه، شخشوخه تيماجيني هاد سخانه وانت تاكلي شخشوخه. لا لا مليحه ديريها لنا بالخميس، زعما يدي لنا هذاك الكو تاع الجمعه الخميس هشام شوفي معاه. صح نهرب لكم انا. يلا ميمو هي دوموندي في ليكخاب. ليكخاب يحس راه درناهم ليكخاب صالي ولا سيكخي ميم حبي يعاودهم، زعما عفسه درناها ما نعاودوش ناكلوها، هكذا دير في دارك ناكلوها. لا لا احنا نضلوا نعاودوا كونتخيغ نفرحوا. شوفي المشاهدين كي نعاودوك شي حاجه يقولوا لي ايه درتي هالمره اللي فاتت كيفاش ندير؟ لا 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 لازم تعدلونا، بس المخرج تاعنا وحاب ياكل ليكخاب لازم نديروهم بكاش طريقه وخلاص. لا لا يجو يجو ليك خابو ما ليك خابو ليك خابو ما عندك خابو تبدي لها محشيه بدي لكم ديكور بدي لكم نحبو تاعنا فوالا. لهنا حندير طاجين. حنشوف انا البث المباشر اللي ما عندوش طاجين يقدر نديرو وحده في الفوق وحده في الطاجين. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش طاجين نوري لها فابخي كيفاش ديرها الطريقه كيفاش نديرو بالطاجين. لكن هذا الحوت اللي يطيب في الطاجين يجي بزاف بنين، شتي ما نديروش الماء ويطغم ايتو، يطيب في ماء في السخانه تاعو يجي بزاف بنين. شعل الفوق يا اخي، الفوق تاعنا البارح حب يديرها بينا. عينوه. يلا البث المباشر انا مازال ما طلعليش، ما على باليش الا راه كاين ولا ما كاينش. على ما اظن يكون كاين، متاكده انه يكون كاين، لانه كما قلت لكم دائما شباب الملتي ميديا ما كاينش كونيكسيون.
يلا كما قلنا في الطبق تاعنا اليوم بما طلع لي المباشر تاع الشروق، كما دائما نقول لكم الشروق تي في اللي تلقاوها بالفرنسيه وفيها هذيك العالم الزرقاء تلقاو فيها البث المباشر للحصه، خلوا فيها تعليقاتكم. دوك يطلع المباشر، نسي نقرا بعض التعليقات. يلا نبدا، باش نبدا واش ندير؟ حنخدم شرموله اللي حنديرها على هذا الحوت، وهذا الخضر حنا الحل هنا علاش نديروا الخضر، الحوت ما حاش نديروا له الماء، هذاك البصل يطلق الماء تاعو، الجزر يطلق الماء تاعو، بصح اون جينيرال ما نحبوش نشوفوا داك البصل والاخر، دونك واش حندير؟ حنرحيهم. نحيك صوص الزروديه والبصل، يلو ما يبانوش ويتخلطوا مع ديك لاطوماط، تحسي روحك كاينه اون صوص عاقده ما يعلبكش واش فيها، سورتو الناس اللي ولادهم ما ياكلوا لهمش الجزر، ما يحبوش البصل ايتو، راهم رايحين يترحوا ماهمش حيكلوا لهم كامل. نقدروا نكلخوا لهم. فوالا. حنا مشهورين بالكلاخ في المطبخ. زعما هاد الروبوني شي جديد جاي تعملناه ويا للاسف يلا بلو لاكري هذا يشعلو يلا احنا في محاولة راهو شعلو نورمالمون مغلوق يلا وطلع المباشر نجيبو الروبو صغير يلا نستعملو روبو صغير ولا كاين كاين ربما كاين خلل انا حبيت هذا بويسون كبير على الجزر شتي الجزر شويه يعني حبيت على ضربه ما عطيناه الناعمه لهيكا روبو هذا جديد جامي سيناه دونك ما عباليش الا يمشي ما على بالناش الطريقه الطريقه فوالا يلا نعاودو شتي في الف بياسه انا ولفنا روبو في الدار ساهل بلاصي وربحي يعطيكم الصحة نقدر نرجعوا اللي شينا من عنده عنده عام وهنايا هاو يمشي هذا صح نعطيه الماء يلا كيما قلنا انه الخضر هذوك اللي رفقوهم باش نتخلصوا منهم شوفي سمية رحيتهم كيما نقولوا شغل كسرتهم ماشي نرحيهم حتى يولوا عاجين يطيبوا ليه ليه ما يطولوش كما نعرفوا الحوت ما يشدش بزاف في الطياب او ميم طون حيديروا لكم واحد لاصوص عاقده ويتلقوا لكم الماء وانتم ما كاش حتشوفوا هكا دي غونديل تاع جزر ولا حاجه كبيره الحوت لهنا الجزر رحيتو ماشي حتى يتعجن نخليه نشوفهم قطع لكن ماشي حتى يطلق داك الماء تاعو يتعجن ليه كامل ميم البصل بنفس الطريقه يلا نستقبلوا اتصال الو 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 سلام السلام عليكم وعليكم السلام الو وي مرحبا بك وعليكم السلام مساء الخير عليكم مساء النور حبيبتي مرحبا بك سوميه وي سوميه مرحبا يعيشك واش راكي لاباس والله الحمد لله حبيبتي وانتيا الحمد لله الحمد لله شكون معنا سي بليزير حكمتكم بون فضيله من انجي الله يبارك فضيله مرحبا بك يعيشك يسلمك صافي بليزير حكمتكم صافي لونطون وانا نحوس نحكم مي اليوم ساعفني الحد يلا احنا محظوظين اكثر منك وسعداء انك حكمتينا يعيشك ميرسي نقولها لناديا شاف ناديا مساء الخير مساء النور واش راكي صافا صافا وانتي راكي مليحه والله غير الحمد لله الحمد لله يعيشك يسلمك يعطيك صحة على لي غوسيت اللي راكي ديريهم سا ما في ان غون بليزير سي لا بروميير فوا شفت اون ايميسيون اللي قعدت فيها من صادير ملي تبدا حتى تكمل ها هي الحمد لله شرف لينا هذايا يعيشك ميرسي بون كنت حابة لا غوسيت تاع ريش بوند لي ريش بوند تاع هذيك لا نوا د كوكو جي با كومبري ليش بوند جاتو هذاك ريش بوند اللي فيه نوا د كوكو اللي درتو البارح ولا حاجه جديده لا 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 جاي ان جاتو ساك هكذا كي ندوقوه هي لي بارفومي في البلو سيترون داكور و من الفوق جاي لك شغل مغلف بنوا د كوكو يعني تقولوا لي ريش بوند مش عارفه اسكو هو هذاك ريش بوند جو كوني با فرونسي نسقسوا عليه دوك نشوفوه داكور يا نبحثوا عليه نهدي عرسه واحده اخرى هذاك ما كان هذاك ما كان الحمد لله صديقي اللي رسيت كاع اللي ديروهم كاع ناجحين وكاع نسيوهم و
يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. وراكي تعاودي في الدار شوية ولا؟ وي وي دي فوا بيان سور وي. دايوغ لي روسيت هذوك لي كاتو تاع العيد درناهم خرجوا كامل توب. فضيلة كاين بزاف دراري كيجيو يلقاو يماه كل يوم تكتب في روسيت، هو ملي يدخل مسكين هو فريز اومليت اللوبيا والعدس، وهي كل يوم قابلة تلفزيون تكتب في روسيت. دايوغ مين داك وي سي فغي تصرانا. نشوفو 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 ابقي تلقينا غير ديك لي غوسيت صديق الكوتيديان نعاودوهم. مي دي فوا دوكا هكذايا كان نعاودو لي غوسيت ولا سا شونج ان بو، يعني مع لي غوسيت تاع الصيف خلاص ما نقعدوش توجور صديق نعاودو دوكا. صح نطورو شوية. اكزاكتومون سيرتو كي لعل الصيف تخرجي تو ماذا بيك تدي دي شوز هادو اللي ندوهم لي سال لي بالك لي سكري. دي ديسير يعني صبا سا شونج شويه. يعطيكم الصحه. الله يعطيك ما تمنايم. شكرا لك انت كذلك. يعطيك الصحه بارك الله فيكم. يلا مع السلامه حبيبي. يعطيك الصحه ميرسي بوكو ربي يعاونكم. يلا مع السلامه. واش رايك ناديه صح ولا لا؟ والله غير صح. انا تعجبني في فيسبوك يقول لك يدخل يلقى مرته دايره ماسك بالعسل والجوز والبنان، كيروح يضرب على كوكوت يلقى عدس. قال لك ما حكم هذا الماء؟ ولا غير صح هاد لي غوسات يعني صح. حنا ترانا في الدار تعجبك عفسه تشوفيها في لاتيلي تروحي تجربيها مره زوج بعد تعاودي تولي الكوتيديا عدس كوكوطا ما كيما كتجي تلبسي. انا قولي لي كي نجي نلبس نقعد نحط هذه هذه زعما ثاني خارجه نورمال بعد تولي لا غوب هذه مع الصندل ومن بعد ندور ندور حاشاكم نعاود نرجع للباسكيت وجاي باسكيت وجاي انت شخصون تخرج وخلاص. هكاك في الطبخ هكذاك سالينا. يلا الناس تسمسيت راه منسيين. لا لا حبيبتي ميرانا ما ننساو حنا حتى واحد اللي يتصل مرحبا به. يلا تحياتنا الناس تسمسيت ماكري ما عندناش مشاركه يعني ولا ما عندناش اتصال. قالوا لك هما كريات الثلج يتخدموا غير بنواط كوكو وصفار البيض وعصير الليمون. هذوك لي بول دو ناج اوكي نعرفوا مي بالك هادو هما عندهم اسماء اخرى فوالا. سميه بليز ردي عليا في الانستان نحتاجك. يلا ان شاء الله راح نلقاها. سمية حنرحي شوية. سمية داك الروبو اللي داوه مشى لهم يمشي. دوكا شفت واحدة هنايا حطتك في الكوموندا قالت لك هذيك العبسة اللي حنا كانت مثلا نديروها من الفوق و داكوغ اسمع حنا ما نعرفوش وين نروحو تقولي على المباشر بدلتيني نادية وانا ما جعلتش عليها غير انتي. انا عندي رهبه تاع لي غوبو ايتو شتي يكون لاباس به تمسه ديري له عفسه يولي ما يمشي لك دونك نخافهم. صح ما كاينش كيما لي موالفين فوالا. يلا قلنا كان الا كنت وحده هذا وين راهي تشوف لينا قلنا اليوم رايحين نديرو لي بياس تاع الحوت ولا الحوته الكبيره هذيك اللي نلقاها واش قلنا المغبغ هكذا مغبغي هذا يا مغبغي ولا الدوراد ولا دي بياس هكذا كاين اللي ما يعرفش تسميات الحوت كما حسب الناس. انا ما نعرفش نعرف غير اللي نعرف اللي مداريه ناكلهم اللي نعرف نسميهم ولا السردين. السردين نعرفهم من بعيد. الصباح لقيت السردين كيكون جاهزه قلت سمع انا كي نكون خدامه نتلاقى السردين كي ما نكونش خدامه كاع ما نتلاقاش به. لازم تبكري له السردين. كاش غنوض بكري نجيبو نمارينيه في الدار نجيبو معايا وناعمه له تقليه هنا نفطرو به وبعد نرقدو نديرو انا خلصت نجيب. لهنا قلت لكم الخضر شغل نكسرها برك ماشي نرحيها حتى تطلق معها سورتو البصل لانه هنا لو برانسيب انه هذيك الخضر ما تبانناش ماشي زعما نرحوها باش تتعجن. فوالا حنا نرحوها لهنا باش ما تبانناش وبيت حاجه جديده. وهذا البصل والجزر حيعقدوا لنا هذيك لاصوص تاع تجي خاطره هكايا صح ما نعرفوش كامل باش انا ناكلو. صح معروف انه البصل اللي يتقل فوالا. يلا ناديه واش درنا هنا في الماريناد هذه؟ هذه درت فيها ترميله نص ربطه معدنوس نص ربطه حشيش درت فيها الكمون ملح فلفل كحل سكنجبير درت عكري ملعقه مليحه باش يبدل لي لاكولور شويه. الهريسه درت ملعقه صغيره بالنسبه للناس تحب الهريسه تكثر وتنقص على تحب ما تحب. درت شويه فلفل كحل وحندير العصره تاع القاص ودرت تقريبا واحد النص كاس زيت. الزيت ديروه حتى تمشي لكم لا ماريناد هكا. عندكم قل مني نقصوا كميه تاع الزيت عندكم كثر مني زيدوا باش تمشي لنا لا ماغي. درنا فيها الثوم ثاني ياك والثوم راس الثوم فوالا نعرفوا الحوت يحب الثوم الكمون لهنايا لي زيبيس ما تكثروش صوف الكمون والكركم ديروا ملعقه مليحه. فلفل الكحل والهريسه نقصوا دائما الكميه. يلا
ندير 10 تاع قاص باش يجيني هذاك الحوت، سورتو الحوت اللي يكون قرا يقهم شويه، دونك ماذا بينا نديروا له القاص. واش ندير هنا؟ نروح لهذاك البصل مع الجزر. هادو البصل والجزر حنديرهم بروتيكسيون للطاجين، هما يتلقوا لي المشغول اوليو المرق نخليهم هما الاولين. فوالا شعلتي عليه الطاجين؟ شعلته شتينا في الطاجين يطول باش يطول. هاد الطاجين قلت لهم سبيسيال الطياب باش ما يخسر لكمش لابلاك، لانه يطرطق اون فوا ترتقت منها لابلاك هنا مع الشافيجه. لازم بلا هاد الطاجين تكون فيه حاجه تحديد. بون انا سخنته ما نقدرش نوريه لكم من التحت، هاوليك ومن بعد الى كيبرد ولا نقدروا نوريه. انتي درتيها ولا هكذا شريتيه؟ انا شريته هكا بصح حبيت شري بلا بيه وتخليه له يديرها لك دو بريفيرونس. والطاجين اللي لازم طيبوا فيه قلت لكم لازم يكون فيه الثقب باش يتنفس، اللي ما فيهش ثقب هذا وما يطيبش، ما عندوش من يتنفس يترتق في الطياب. كي تكون فيه هاد الحديده ما تخافوش منه. بعثوا لي بزاف قالوا لي من شريتيه شريته في مارشي تاع 10 كاع عادي يتباعوا نورمال. قلت لكم الا ما لقيتوش هكا خلوه له هو يفهمكم كيفاش يديهم الناس يخدموهم لا باش يقعد لهم طاجين شحال يعني يديروا له هذيك الحديده نتاع فوالا. سينو يتباع حديده عند كان كارغي هكا واحد الحديده تباع دايرين لها يتباع 5000. تقولي له لا بروتيكسيون تاع طاجين ولا تخافي على القدره تاع الطين تكسر لك، تحطيها هي هكا حديده فيها يد، تحطيها هي فوق النار وتحطي فوقها القدره بالنسبه للناس اللي تخاف على الطاجين تاعها. الطاجين ما درت له والو، بيتو في الماء 24 ساعه، كي يشرب هذاك الماء تقدروا طيبوا به ما راهوش رايح يترتق لكم. لهنا البصل تاع الفلفل عفوا ثاني نرحيه، عندي حبه فلفل حمراء وخضراء. يلا مساء الخير سميه وشيف ناديه، من فضلك طريقه تحضير المعجون. واش من معجون؟ طلع لي الكومنتير، هي كتبت وانا طلع لي الكومنتير. ديري لنا سلطه الخضار. روحي نت هذا طرشي وحده مش الحار. لا لا ماشي حار، حبه فلفل حمراء حبه خضراء. الفلفل الاحمر راهو وقته نبروفيتيو منه نطيبوه منه، نطيبوا منه الدرسه، نطيبوا منه شحال من حاجه ونديروا به الاطباق تاعنا. نعرفوا الفلفل الاحمر يجي حلو على باغابوغ الفلفل الاخضر. حبيتي تربحي الروبو القديم، حبيتي تربحي له لعب لي. لا لا زعما قلت هذاك الكبير نرحي على خطرة فيه فينالمون. هادو صغار ملاح ما كاش كيفاش انا كي نروح كومبينغ نديه سمية صح. بس ما نرحيش البصل دي معايا. كاين تعليق من محمد علي قال لك ما من الرجال راهم يتعلموا منكم الاطباق وماشي غير النساء. يلا احنا برنامج موجه لكل واحد يحب هذا الفن، فن الطبخ يعني، ماشي فقط دوك الطبخ ماهوش حكر فقط على النساء. فوالا بارح سميه قلت لهم في صباح الشروق قلت لهم امي ما خلاتنيش نقرا الطبخ، كل واحد كيفاش رياج على هاد الحاجه. قلت لهم ماشي عيب الطبخ ولا واحد قال لي كيفاش تحيط قراي الطبخ عندها الحق، وواحده قالت لي علاش الطبخ ماشي ملاحيتو. شتي كي نكونوا صغار تحبي تورينتي فيغ حاجه ما يحبوش مالك، يكونوا هما حابين يخيروا لك المستقبل تاعك، يا تقراي هذيك الحاجه يا هذيك الحاجه. كنت بزاف صغيره كي حبيت هذا الدومين، وهذا الدومين كانوا يقراوه غير في لي زوتيل. شتي المارينا امبوسيبل يخلوك تحيط تقراي في اوتيل، عندنا واحد النظره هكا خاطئه. ما خلاتنيش كي كبرت شويه وليت نروح نقرا بلاجون بوش تاعي. كنت انا صحتي ندوزو على واحد ليكول تاع الطبخ ونطيب انا العشيه كاتو وهي طيب كاتو، غدوه نبداك نتبادلوا لي بواط. نقولها شفي واش درتي؟ هي تقول لي انت كيفاش كديري الكاطو؟ نقولها ولا غير درتها هكا شغل كانت باينه بلي نعرف حندير هذيك الحاجه. نعطي لهم الوصفه ما يديروهاش كيما هي ونقراو هذيك ايكول تاع الطبخ. دخلنا فقتينا راني شفا هذاك الوقت قالوا لنا 85 في الشهر، احنا منين نجيبو 85 وما لي بارون تاعنا كانوا كونتر. ما ولينا خبو دارهم تاع ترونسبور ونمشوا ونروحوا نقراو، خبينا ولينا نقراو قرينا لي كاطو تاعك. ايه فوالا بديت نقرا انا وياها صاحبتي، هي تاني كملت في هذا الدومين الفي لي كومونديت ونوجه لها التحيه، وانا يا كملت قريت ومن بعد زدت تخصص في هاد الحوايج. دونك الطبخ ماشي عيب، ماشي معناتها ماما ما خلاتنيش معناتها عيب، هي حبت لي حاجه تاع المستقبل. شتي فوغو ديري لازم جامعه ولا ديبلوم في يدك باش تخدمي صح. هاد الحاجه خاطئه. انا دوكا لا بلو باغ كي تقول لي نشوفها كان صايب تقول لي ما حبش يقرا ما حبش يقرا، نقولها روحي معاه بالعقل. الواحد صح يوصل ولادو للنيفو انتيليكتويال اللي يقدروا ينجحوا به، بصح التكوين المهني راهو ثاني الناس تنجح بزاف بالصناعات. دونك الانسان يعرف يدير لو شوا لي زونفون. انا نعطيهم بالك سكوب، ما عندكش غير الطبخ، عندك مجال اخر كاع خاطي الطبخ ناديه. ليه هو
L'informatique, non, c'est ça? Là, là, la comptabilité. Comptabilité, gestion et banque. لي علاقه كاع بالطبخ بالكوزينه صح كون تقولي لي حسبي لي عرفتها ولا نقول لك مانيش انا ربح بات بيض وزوج حبات هادو نعرفهم لا دراهم تعرفوا سقسوني بوك دراهم تشوفوا كش نحسب لكم بصح كاش لي شيفخ ولا زعما كش ما ندير لك فاكتور ولا قريتها شغل سيتي جبت الدبلوم على جال امي باسكو هي دارتني هذاك التخصص هي ثاني تخصص تاعها في المحاسبه ايتو ومن بعد قلت لك تخصصت في الطبخ يلا راح نعاودوا نشرحوا لكم داتنا القصره شويه صحيح نعاودوا نشرحوا لكم شاهد ديالنا خلوني نستقبل هذا الاتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام واش راكي لاباس والله الحمد لله انتم واش راكم طبعا الحمد لله يا ربي الحمد لله شكون ومنين معك ام ياسر من عين دفله ام ياسر مرحبا بك وكل سكان عين دفله الله يسلمك واش راكم مليح والله الحمد لله الحمد لله يا ربي حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة على كل لكم جبوا قابتكم تديروهم حبيبتي لا شكرا على الواجب يعني هذا واجب لي شكرا ما شاء الله خمس عليكم شكرا حبيبتي الله يسلمك راكم مليح الحمد لله خليك مع لديكش ما تطلبي منها لا والله الحمد لله كامل الوصفات اللي تديروهم انا نديروهم الحمد لله يا ربي الحمد لله يعيشك الحمد لله يا ربي ما تطلبي والو وصفه هكذا في قلبك ولا في خاطرك ولا حابه تشوفيها لا والله الحمد لله رولي داك البارح فخدرت وخد بيها بال عاودتي اليوم اي درت اليوم بصحتكم جابني لا الحمد لله لا جاوبني وفرح بيا وكامل الحمد لله بصحة الحمد لله يا ربي يعطيك الصحة يعطيكم الصحة شكرا أم ياسر شكرا حبيبتي الله يسلمك يا صحة السلامة الله يلا مع السلامة ربي يحفظ لك وليداتك إن شاء الله مع السلامة إن شاء الله يا ربي صحة السلامة شكرا مع السلامة يلا خلينا نعاودوا نذكروا واش درنا لهم واش راح نديروا اليوم يا نادية حنديروا حوت في الفوغ ولا حوت في طاجين سا دي بون واش عندكم لا عندكم طاجين دو بريفيرونس هو يجي هذا في طاجين ما عندكمش علاش انا حندير وحده في الفوغ باش تشوفوا بلي الريزولتا كيف كيف واش درت لهنايا درت حبه بصل زوج حبات جزر رحيتهم عشان الحوم مانيش حابه كامل نعرفوا نقطعوا البصل دي غونديل وطماطم ايتو نحطوهم ونحطوا الحوت فوقهم انا حبيت طريقه مختلفه رحيت هذوك زوج طماطم زوج حبات بصل زوج حبات جزر وزوج حبات فلفل وحده حمراء وحده خضراء نص ربطه معدنوس ونص ربطه حشيش رحيتهم في الغوبو شغل كسرتهم ولي نقعد نقطعهم صغار صغار كسرتهم انا في الغوبو ودرت لهم هاد الشرموله هاد الشرموله واش فيها نص ربطه حشيش نص ربطه معدنوس نص كاس زيت راس ثوم ملح فلفل كحل سكنجبير كركم عكري والكمون والهريسه الهريسه تقدروا تستغناو عليها الناس اللي ما تحبش الهريسه وهاد الدرسه حليتها بنص كاس زيت واش درت الدرسه قسمتها نص نص درتو لهنايا خلطت هذاك الطماطم جزر بصل ودرت النص تاع هاد الدرسه هنايا يا دو بريفيرونس هاد الخضار نمارينيهم نماريني الحوت نخليه نستف كلش في الطاجين نطفي له كي تكون ساعه ساعه ونص قبل طياب نشعل هذاك الطاجين على نار قليله ونخليه يطيب يعني لكن يشبع هذيك فوالا لكن حنا ما كاش الوقت هاد الخضره كي تشرب هذوك لي زيبيس حتجي بزاف بنينه زرتي المغرب سميه نزال ديروا هذوك الطواجن ويجبدوهم لك هكاك سخونين يشهيو يعجبني هذاك الاكل تاعهم في الطاجين الطاجين حنا ما عندناش بزاف الثقافه تاعو نطيبوه يطيبوا منه بزاف في الغرب تلمسانيتو ماكله تاعو بزاف بنينه هي ماكاش كيما حاجه الفخار ما طيبش بماء تغطيها وتخليها تطيب في غردها لكن حنا عصر السرعه كوكوطه اغلق وطيب الوقت ماكاش فوالا نولي لهذا الحوت الحوت لهنا غسلته نورمال عادي ونحيد له هذوك اسمهم هذوك والله راني بون على بالي بلي لي زيك بالعربيه بالقهم واش درت انا حليت هكا برك هذا الحوت انا حبيت نحلو هكا حبيتو تشرحو هكا هكا انا نحب ثاني تعرفوني نحب نطيب او ميم طون شويه الجمال واش ندير نحكم هاد لا ماريناد وانا ماريني لهنا ومن درت هاد الفتحات الماريناد اللي قلنا فيها المعدنوس القزبر كاس زيت راس ثوم راس ثوم درنا نحي ما درنا جات مع بعضها درنا فلفل كحل شويه هريسه كمون سكنجبير وش نعرف الاخر كركم كركم خلطناهم كامل 10 قارص اكيد ما تنساوهاش والهريسه تبقى اختياريه اللي يحب يديرها اللي يحب ما يديرهاش انا حليت الحوته هكا تبعوني مليح شوفوا حكمتها نحيت لها الراس الراس حنخليه نزين به كاين ناس اللي تحب تاكل هكا اللي يجوا في الراس هكا حليت هكا باش ندير هنا تشرميله يجي بزاف بنين
ما حبيتوش حكموا الحبه هكا بالعاني هذه خليت بنتهم بنتهم لوليدهم هو عندنا وقيلا انحياز للبنات بنتهم بنتهم هاي لك الحبه هذه اللي ما يحبش يشرح كيما انا شرحت وش يدير يدير هكا برك زوج فتحات هكايا حنا علاش نديروا هذه الفتحات باش الحوت يتشرب هذيك لا ماغينات والحوت لا عندكم راكو رايحين تماغينيوه من قبل خلوه واحد نص ساعه ولا ساعه وطيبوه حتشوفوا بلي الريزولتا يجي مختلف حنا علاش نحبوا الحوت في لي ريستورون سميه لي ريستورون يحكموا الحوت يمارينيوه كي دوموندي انت روح يقليه سما ماغيني من قبل يجي بزاف في البنين حيقولوا لي الحوت ما ماشي كامل نقدروا نديروه ايتو كاين ناس بزاف طلبت لنا وصفات تاع الحوت حنا لازم نلبي الرغبه تاع هكا وهكا هاي بالنا السعر باغابور يعني حنا بلاد الحوت السعر تاعو غالي بصح راني تو بليجي نديروا لواحد اللي يحب ياكل الحوت وواحد اللي ما يواسيش راه نديروا في الاطباق تاعنا لا ما يصيدوا كاين بزاف شباب اللي نلقاهم يصيدوا يطيح في بياسه هكذا كيفاش نعطي لهم نور لهم طريقه كيفاش يطيحوا واش نقول لهم الحوت ماشي دائما خطره في الغره الواحد ينحي بها شهيه هذيك تاعو هاد لي زونتاي اللي درتهم كامل شافوني راح نحشيهم بهاد لا ماغينات ونمسح هكا بها سميه نفضلك تعطيني بانسو بيان سور نمسح هاد لا ماغينات كاع منا هاد الراس نحاول ماغينيه بشي زيت القليل منا يساعدك هذا ولا نعطيك وي صافا يساعد تعيشي لهنا لهاد الراس حندير له شويه لا ماغينات باش نحطو في الماء نحلها في الماء وندير لها شويه ماغينات احبتش قالت لي راهي غلقه راهي غلقه تولي زعفانه خلاص ندي على بالك بلي كتموت تقعد هكا مزيره على سنانها لا لا حبيت نحط هذا الراس هكا في الوسط نعمرو هنا بلا ماغينات وتحبط هذيك لا ماغينات تجي لا كولور شابه يلا ميمو سبيسيال في الحوت تقدر تفتح في مع ميمو ولا لا ميمو قلنا قال لك تفتح نورمال ما حبيتش دوكا قالت لك هضرتو بزاف نسكت انا لهنا الكرش تاعها كنت نقيتها بيان سور نحكم لا ماغينات ندير لها الداخل الحوت لازم نحاولوا كاع الجوايه يقيسهم هذيك لا ماغينات الثوم و صحيتي الخليط نسيو ونشربوا به كامل فوالا قال هنا نمسح كاع الوجه تاع الحوت هذايا كاين اللي يقول لك انا الحوت ما نحبش ندير له ماغينات نحبو محفل في الكحل انا ثاني نحب الحوت محفل في الكحل لكن هذا هذاك المشوي اللي يكون مشوي من الاحسن ان يكون أنا ملح برك ماشي ما ماما تقول لك الحوت ما ندير له والو ملح فلفل الكحل شو تقول لك نحب ناكل بنه الحوت بصح هذايا طبق مختلف الترميله تاع الحوت ثاني كي تاكليه هكا بشرموله يجي بزاف بنين انا نقول لهم جربوا الواحد يجرب كي ما تعجبوش ديك الحاجه اللي يقول ماشي مليحه ولا ما نديرها كاين اللي يقول لك ما نحرفش في هذه الحاجه وما نبدلهاش وحرقتوا لنا الاطباق ودرتوا كونترير انا وحده من الناس كيعطوني طبق نقول محال نسيه كي نسيه اي اعتمدتهم ما كاينش اطباق اعتمدتهم عوام ونجحوا يلا لقيت هذاك تاع المعجون واش من معجون لا لقيت تاع المعجون اللي بحثته طلع لي كومونتير وهاو عاود طلع لي قالت لك ديروا لنا طريقه كيفاش نديروا المعجون للعلم انا نخدم دائما المعجون تاع بزاف ادواق ويتعفن لي وشنو هو علاش راهو يتعفن لي بون يتعفن لك هو المعجون يتخسر يتخسر ما دوكا ما نخبوش على بعضنا بعد انا نقول لك باللي ما يخسرش شوفي انا عندي معاجن عندهم عام بصح وشنو راهم في كونجيلاتور الكميه تجبدي غير شحال تاكلي حتاكلي هكا تجبدي الباقي لازم يدخل في كونجيلاتور انا شحال مختار نطيب المعجون وكنت نقول لكم الملعقه سميه كي نخلطوا بها المعجون ونحطها هنا ما لازمش نعاود نردها المعجون نحطها راهي شربت كاش بكتيريا ولا تعاودي ترديها المعجون كي تخبي هذيك البكتيريا تتفاعل ويتعفن لك المعجون تاعك المعجون فيه بزاف دي اسرار درت تاع لافخاز نحاول واش كاين لي فخويا هاد ليام ندير لكم ونعطي لكم كاع الاسرار تاعو والبلارات الثاني لازم يكونوا معقمين كيما عقمنا لا ديغنيغ وهادو كامل الاسرار تاع باش ما يتعفنش المعجون هو ما فيش مواد محافظه راهو راح يتخسر يتخسر واش ندير هنايا نجيب ديجا وطلق الماء تاعو البصل هذا فوالا سما هاد الحوت راهو راح يطيب في الماء تاع الخضار احسن ما نديرو الماء هنا درنا البصل حضر لي الديك ناقص شويه ناقص درنا بصل حبه زروزيه واقيلا ولا زوج هكذا زوج حبات قطعناهم ولا درناهم في الغبور حينا بصح ماشي لدرجه انهم ما فتشناهم درناهم دي مورسو صغار زدنا لهم ثاني الطرشي الاحمر والخضر ثاني رحيناهم في الروبو وزدنا معاهم طماطم كذلك تكون حمراء رحيناها نحينا لها القشره ديالها ورحيناها في الروبو هكذا ندير طماطم رحيناها عادي شنو تكون طايبه مليح
ما خيروش ديك طماطم، الطماطم كي ما تكونش طايبه راح تخلي القروص على البلا تاعنا. حاول انا ندير وزدنا شويه من هذا المارينات، زدنا خلطنا لهذا نص الكميه، نص هنا ونص هنا، باش هذا يجي منكه بالاخر تاع الثوم. هنا ندير تفريشه كيما راكم تشوفوا، نقسمها نص نديرو في الفوغ ونص هكا في الطاجين. هاد لا مارينا تحشل لها تحسين بنا كاع راهي هنا سميه. انا راح نقول لك الطفال طفيتو خفت الزيت يطير لنا. اه نعاود نشعلو دوك، نبدلو كاع النار ونشعلو. وين نديرو من هيك نربحو الوقت كي تعرفي. واش درت هنايا؟ هذيك اللي درت فيها مارينات شللتو برك، ما تكثروش الماء، تشلي لاباك خفيفه، ندير شويه هنا باش هذوك لي زيبيس ما يروحوش هكاك ضياعه. نخليك حتى ديري الحوت باش من بالك ما تحبش تجيني قريبه هاك، تعرفين قصيره. لا لا من بعد زيدي تقولي لهم. لا لا قصيره وشاطره. ربي يحفظك يا رب. ايمان تقول كاع القصر الشاطر باسكو هي تاني لانها كيما نروحوا فاصل ولا واش نديروا؟ مازال يلا نحط هاد الحبه تاع الحوت هكا. انا خيرت هكا نشرحها باش كي ندورها يقعد الشكل تاعها شباب منه. واش ندير في هذوك الفتحات؟ ندير لي ترونش تاع القاع. نادية تخدم على الذوق وتخدم على الديكور، وهذا واش يعجبني فيك نادية يعني، وتميز تاعك على لي شاف شغل لا ديكو وحدك كيما نقول. سميه بارفوا طيبي عدس، تعرفي كيفاش تشبحيه؟ اون فوا وحده بعثت لي قالت لي شنو هذا؟ قلت لها عدس، حطيت عدس درت له شويه زيت زيتون شويه كسره هكا حطيتها ايتو. قالت لي رحت حبيت ندير العدس، قالت لي تشهيتو تيلمون شتو هكاك. لي زونفون ولا الانسان كامل واش يحب؟ يحب غير يشوف هذيك الحاجه تاتيري، عدس يا تيري. دونك انا نحب الشكل الجمالي نركز عليه بزاف. جيبوا الراس هذا اللي محبش تفتح لنا. سي تفتح، انا ما حبيتش برك لنا. سي خفت تعضني. معليش نماريني هكا برك ونحطو هكا في الوسط. تحسوا الحوته حتنطق هي حابه تقول هذا الطابق. هذه صغيره نديروها هنا ولا في الفوق؟ زوها هنا نروح نديرها لتم وهي في طاجين تجي بنينه. هذا الراس حطيتوه هكا في الوسط. نغسل يدي يلا. الطبق تاع الفوغا عندك راه هنا. نساعدك انا حتى الحوت يعني ما ياخذش وقت. ما ياخذش وقت ديري الزيت وديري اه كيما درنا من قبيله. فين تهلا في الطاجين باسكو هو اللي يشد شويه باغابوغ دي باك سخون شويه. انا حطيت لك هادوك صحيت ندير هنا نزيدلوش النار غير يسخن شويه نقفلو نغلق عليه ونخليه يطيب. شحال يشد زعما وقت في الطياب ناديه؟ هو الحوت شتي 10 دقائق 15 دقيقه يطيب. لهنا في الطاجين ديجا انا سخنته من قبل، حنا لو برانسيب يسخن الطاجين تاعنا داك 25 دقيقة هكا ولا تشرب هذيك لاصوص يعني. ماكش حتغامر بينا اليوم. لا ما نغامرش بربي ان شاء الله. باسكو انا لا شفت الحوت وما كليتوش. استناو حتى يطيب ونروحو. واش ندير؟ ندير كيما درت في الطاجين بالنسبة للناس اللي تشهى وما عندهاش طاجين. يا صح البنة تاع الفخار وحدها. صح حنا ما نصعبوش على روحنا. يلا شيف نادية دير لنا حلويات جافة للقهوة، راح تكون معنا اليوم حلوى جافة للقهوة كما قالت نادية خفيفة وما تاخذ لكمش الوقت يعني، تابعونا حتى للأخير راح تشوفوا هاد الوصفة. سمية قراي تعليقي راكم هايلين، حطوا لنا وصفات الصيف، كل الوصفات اللي راهي يديروا فيها الشيف هي وصفات صيفية. قالت لك وسمهم الحراشف بالعربية. حراشف حراشف ماشي هذوك زعانف؟ لا لا حراشف واقيلا صح، زعانف هذوك اللي تجي وحده منا وحده منا. والحراشف هذو اللي لي زي الحراشف هذوك فوق. يلا حنا كنا حابين هذه المعلومه. حلويات اقتصاديه بدون بيض ولا اعطينا الكروكي تاع زمان. نعرف لي زي كاي ما نعرفهمش بالعربيه على بيها. معلش
معليش حنا علاش انا دايرين يعني المباشر ونقوم باش يساعدونا فوالا ونقراو في التعليقات باش من الحاجه اللي ما نعرفوهاش ولا تغيب لنا منين داك يعني تغيب لك في هذيك الدقيقه يكون عندك الاسم تاعها تقراو على لساني ويراه. واش اسم الحوت اللي طيبتو به؟ انا درت ماغ بغي نتوما تقدروا ديروه بلا دوغاد بالصاغ. لازم نسقسوا المخرج نجيبوه هنا ويعطيكم كاع انواع الحوت اللي تقدروا ديروا به بالصاغ ماغ بغي. المهم بواسون يكون فيه ملحم وتكون اون بياس اللي تروح في الفوق. ما كاش كيفاش يدخل المخرج لهنا راه يقول بالمال ما عادش راح يرميني على راسي ولا لا لا الماغلو هو لو يهدر وانا نعاود ماشي بالماغلو. واش بريفير انا الماغلو مقلي ولا ماشي تاع فوق اون بياس تكون دلوقتي. ملحمه هذا واش حبيت نقول لهم ماما عندها 4 سنين وهي تعيط وما حكمتش. تحياتنا ليها ميرنا. سمية قولي نادية دير لنا تحليات ووصفات سهلة لأعياد الميلاد. فكرتوني الغدوة نورمالمون 1 جوان وي غدوة كش ما عندك عيد ميلاد غدوة؟ لا لا ما عنديش الغدوة عيد ميلاد كامل الأطفال. إيه فوالا 1 جوان يلا يا هشام إن شاء الله. وصلي هشام من دوكا هشام على مباشرة على بالي راه يتابع البارح بعث لي لي ميساج ودايما كالعادة نشوف لي ميساج حتى نخرج. في الانستغرام قال لي راني نشوف واني نعيط ما حكمتهاش ما حكمتكمش. يلا اعطونا كذلك وصفات للاطفال بالشوفان. بارح وحده بعثت لنا في مباشر سميه كي خرجت في الطريق قريتها قالت لي وصفات وليدي شحال 6 شهور قلت لك لا تاني وصفة تاع 6 شهور نقولها ما عندي حتى وصفة تاع 6 شهور اون بليس حنا نمدو وصفات نخافو نمدو لكم هكا وصفات لازم قلنا اللي تاع الريجيم هادو تاع السكر انا نخافهم كاين يقول لي يعطينا تاع الريجيم حنا نعطو لكم صح نحاولوا نديروا وصفات صحية مع انه الاكل اللي انا ناكلوه ماشي كامل صحي اللي دام اللي زي بيت عادي بصح هكا ان اونفون ولا انت اللي تعرفي واش تاكلي ولا تبعي مع باليش الطبيب تاعو ولا تيجي تعاودي ترجعي لي ماك واش واكل هذيك انت يا فوالا ايه حنا دائما نحبوا نبدعوا حنايا صغار لا لا كذا كذا دوكا تقول لك ما نوكلش لوليدي هكا ما علاش والدينا واش وكلونا ورانا كبار وبصحتنا والحمد لله والماكله تاع زمان ما كانش كيما هي دائما استشاره الطبيب لكن تتبعها دائما الراي تاع الانسان الكبير ندوه. قالت لي وصفات نقول لها هذو اطفال صغار انتم تعرفوا ولادكم واش ياكلوا صغير انا ما نقدرش نقول لك واش ياكل اون بليس 6 موا شغل تبداي له غير بالعقل ماشي ماما موقيلا 4 شهور يبدا ياكل شويه هذاك الطاجين واش نديروا له قبل ما نبداو نطيبوا فيه باش ما يتشققش؟ انا قلت لها درتو في الماء 24 ساعه نحكموا حاجه باسينه ولا نحكموا هذا الطاجين نحطوه في الماء نعوموه لازم بالغطاء بكلش 24 ساعه حطوا فوقه حاجه ثقيله باش يدخل في الماء ما يطلعش للفوق وديروه 24 ساعه وطيبوا عليه بعد نشفيه وطيبي فيه عادي هي باش ما يتكسرش ما كاش كيما هاد الحاجه تاع الحديد راه شوفوا مصاير داير كامل بالحديد ومن تحت ثاني كاين قطعه تاع حديديه باش ما يكونش عنده كونتاكت ديريكت مع النار. صح هذه هي يلا. والحوته الثانيه درناها للناس اللي ما عندهمش الطاجين الناس اللي تحتاج على الطاجين اللي ما عندهمش طاجين يقدروا يديروها في طبق الفرن وي لهنا ما درتش الماء غير هذيك غادتني شغل تاع لي زيبيس ما تروحش هكاك شللتها ودرتها من الفرن. سلام سمية قولي لنا دير لنا كاطو صفار البيض مغلي وعصير الزعرور اختي راهم طلع لله عصير الزعرور واش من زعرور؟ الزعرور مشمشة هكا كل واحد حنا عندنا الزعرور واحد الحبه هكا صفرة صغيره شغل تفاحه صغيره كاين بزاف في بلاد قبايل و صفرة هكا انا نعرف حبه تفاح فريمون صغيره هكا نعرف الزعرور هو اللي يقولوا له مشي مشى اللي جاه هكذا اورانج وفي هذوك العظمات الداخل مشي مشى هذه كل واحد كيفاش هذه انا فواحدة بعثت قالت ديروا لنا معجون تاع بوعظمه بعد حتى وحده باش ريفوندات لي قالت لي بوعظمه مشي مشى يلا زلنا دير نقول لكم دائما واعر في وحده يمكن تشوف الغرفه تلقى لي كومونتير يطلعوا يلا قال لي ان شاء الله يا ربي ما يبعث لي حتى ميساج يلا خلينا نقراو شويه تعليقات بعد ما نستقبلوا هذا الاتصال. انا غطيت لهنا بابي كويسه كاين اتصال لا كاين اتصال
يلا اعطيني الاتصال يا ايمان. يلا الو 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 مساء النور. الو وي مساء النور. مساء الفل. وش رايكي؟ صعبة غاية. لاباس الحمد لله. الحمد لله. الحيوية عندها شغل. مرحبا بك حبيبتي. يسلمك ربي يخليك. صبارك وغايا لاباس. شوفي كي نشوفكم هكا اون فورم وتعيطوا. تعرفوا انتوما اللي راكو اون فورم. انتوما. لا احنا لا اون فورم باسكو انا مطيبين الحوت. حتى انا فطرت بالحوت. والله الا فطرت بالحوت. كيفاش درتيه؟ سردي قولي لي برك. والله ما ساردين. احنا نقولوا لها البوقة. البوقة يلا جنادي صوفي نمشي البوقة. نوع من الحوت. هاي بصحتك كيفاش طيبتيها نورمال ولا درتيها هكا في الفوق وكاع؟ لا ما درتش في الفوق، درته محمر بالبصل في الكوكوت. ما عرفتيش عيطي؟ ما عرفتيش عيطي قبل ما تبدا؟ علاش شفت نجي عندك؟ والله مرحبا بك كي تجي على راسي وعينيا. يسلمك ندير نقطي والله العظيم. يسلمك. شوفي كي كليتي انت وجاك بنين وديتي لي فيتامين وكانه انا كليته. من صحتك حبيبتي. كي قال لك كي كليتها انا كي كلي كليتي انت. يعطيك الصحة. راكم مليح شيف نادية راكي مليحة الحمد لله. ما قالتلناش شكون منين، على بالي اتصال من الغرب بصح شكون؟ من الغرب من مدينة وهران. الله يبارك. مرحبا بك. يسلمك يسلمك حبيبة يسلمك. يلا قولي لي مداري تبيع على وشاف؟ هذه بالرسمي أكيد. أكيد كل يوم راني مع الوقت. وتعاودي الاطباق ولا كيما حبابنا هذوك اللي ماركو لي غوسات و لا ندير سيغتو تشارك المسكر تاع اللي درته في رمضان درته في العيد جا هايل. صحتكم. يلا درتو نادية. يلا خليك معنا. درتو نادية الله يعطيها الصحة. يعيشك ربي يحفظك. واش راكي لاباس؟ لاباس حبيبة لاباس الحمد لله. ما العادش الحمد لله. لا بس راني فرحانه كي حكمتكم اليوم والله. انا فرحانين وفرحانين بالحيويه هذه اللي راهي عندك. شغل يسلمك ربي يخليك. بيكم انتوما. والبارح تعرفتي كنتوا ما شاء الله بهذوك الروبات. ما شاء الله ما شاء الله. دار لنا حاله اليوم سكتي. قال لك غير سكتي والله العظيم. لا ما شاء الله خموس عليكم. يسلمك حبيبتي. يسلمك عينيك اللي شابين. شكرا لك. يلا كاش ما تطلبي؟ بون كيما الصيف راه جاي كلشي نطلبوا لي كلاص نطلبوا لي جو. هذه هي برد. هذه هي ابخسر انا نديروا صوالح رانا ننسيوهم ما شاء الله عليها. ربي يحفظها يعطيها صحتها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انت ربي يحفظك وربي يخليك دائما ان شاء الله هكا فرحانه دائما. يسلمك. بيكم نفرح والله الا كي نشوفكم نفرح. حبيبتي ربي يسترك. يسلمك. الله يعطيك ما تمنى يسلمينا كامل. امين امين. انتم ثاني تهلوا في رواحكم. يسلمك حبيبتي. شكرا على الاتصال. بالسلام. يلا مشكوره. باي باي. شحال حلوه روحها خفيفه وتقصر. ماشي تقعد حاشمه انت شغل تدخل معاك. كاين مساك الله غالب مع لا البخومي اتصال يديهم شغل تحس روحها تشوف اكيد تشوفي فيها. يلا روحوا لل واش عندنا؟ نعرف واحد تعليق قالت لك حنا سكان الجنوب كامل نحبوك. ما كنتش تقرا التعليقات تاعنا. اللي انا؟ اه دوكا قريتو. قول احنا ثاني نحبوا ناس انا نحبكم. شوفوا نحب كاع كامل شتو من حداد الحداد نحب كاع الناس. قال لي يحبوني نحبهم، ومن اللي يكرهوني نحبهم. ما عندي عداوه مع حتى انسان. يعني متصالحه مع الناس ومع نفسي ومع كل الاشياء. الاتصال شوفوا احنا واش نستقبلوا اتصال نقولوا هذيك الولايه. بصح تحياتنا لكل الولايات. كاين ناس اللي هم يعيطوا مساكن وما حكموش. فوالا اللي ما حكموش. يلا روحوا للتحليه اللي قالوا لنا ديروا لنا حلويات جافه و زمانهم يوم تخي فاسيل. ولا ثاني التعليق درتو له البارح بزاف ناجح. بعثوه لي بزاف ناس وديكوراو فيه كيما حبوا. عجبني خير من تاعي. نفرح كي واحد هكا يخرج حاجه خير من ديالي. تحسي بلي المعلومات صح وصلت. سميه نخليك مع شي تعليقات. حاجه كيف ما عطشت. روحي جيبي لي معك كاس ما. يلا نقرا شويه تعليقات مادام عطاتني الوقت. سميه قولي لي واش تاكلي واسكو ديري سبور. هذه الاولى اللي شفتو التعليق ولا غير هاو.
لا غير ناكل كيما الناس، صح ندير صفر مي ماشي دائما نتريشي شويه. للاسف ما لحقتش على الحلقه، راح نعاودوا لك. سمية واش رايكي حابه؟ راني حابه ديروا لنا وصفه التاكوس، راكم منورين. شهيتونا في طاجين مشي مشى ما فهمتش، طلع لي كومونتير. يلا سمية تعيشي، ديري لنا غدوه ان شاء الله اهداء لاولادي دعاء وانس. واش راكي سمية حابه ديروا لنا وصفه التاكوس؟ تجفيف المشمش والبرقوق من فضلكم. شوفوا راه معايا جنة ديال لاباستي، راه يشوش يعني لي ميساج مش نقرا فيهم له. يلا حبيت نحكمكم، ما حكمتش، نقدم تحياتي لعائلتي. الله يبارك عليكم، بالاخص شاف نادية راكي منوره. يلا شهيتوني وراني مريضه يا حبيبتي، شهيناك في الجنه وسمحينا، وربي يشافيك ويشافي جميع المرضى، جميع اللي راه في قلبو حاجه ربي يكملها له ان شاء الله. يلا خلوني نزيد نقرا شويه. سمية حابه ديروا لنا وصفه التاكوس ان شاء الله. زعرور هو المشيمشة. يلا اهدى لعبد الرحمن وانفر. راني نقرا، راني نقرا كامل لي كومونتير هكا باش راهم يطلعوا. راني نقول سمية قولي لنا ديال دير لنا البغرير، ماما نضم صوتي لصوتك نقولها دير لنا البغرير باسكو نموت عليه. يلا الزعرور في بعض المناطق يقولوا له الموز، بالك ممكن وصفة أرز مفور جات. سمية عاوني، عاودي لي زانغريديون، ديري حاجة أبار تحكي لنا. معليش وراه مشكل، أنا راني نعاود ونقول في لي زانغريديون، وأنا ما رانيش طباخة، أنا صحفية لهنا لقراءة واستقبال المكالمات، لكن والله ما لا ما مشكل يعني اني نعاون بالشيء اللي نقدر عليه. يلا نادية راهي تشهي فيا، راح تشربت الماء وانا ما شربتش. رجاء نشغل خلو شويه زعما يكون هذاك الاحترام في لي ميساج. السلام عليكم. شربي ما تقولي لي واحد دقه تاع شربي قولي لي شحال بارد وبنين. يا الله طليتو لي على قلبي، نشفت. يلا واش ها واش كنا نديرو؟ ما كاينش كاين تعليق، فقط الوحده قالت لي عاوني ناديه وقلت هاي اما ما تحكيش. قلت لها انا والله خدمت يعني خالصه عليها انا باش نحكي ونهضر، نحكوا في المفيد لاني انا صحفيه وهي شاف واش ندير نطيب انا. لا لا نحكوا في المفيد، ماشي انا ثاني نعرف نطيب، كش نهار واحد انت يقدمي وانا نطيب تبادلوا لي غالي. خاطيني التقديم وانا خاطيني الطبخ، نعرف كل واحد في المهنه تاعو باش نعاونوا روحنا فوالا. يلا معليش استقبلوا اسيس ربي يهدي ما خلق. الو 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 مساء النور. مساء النور، واش رايكي؟ الو مساء النور، مرحبا بك. واش رايكي اختي لاباس؟ لا الحمد لله حبيبتي، لو كانت ناقصتي فقط لا تلفزيون تسمعينا من التليفون راهو تعاود. ناقص التلفزيون. الو 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 مساء النور. مساء النور حبيبتي، لاباس راكم ملاح؟ الحمد لله. شكون معنا؟ انا المباشر، انا يا ام التوام حسن الحسين. الله يبارك ربي يحفظهم لك ان شاء الله. حبيبتي رجاء نقصي جهاز التلفاز وسمعينا من التليفون، خاطرش كاين جهاز هكذا صافا نقص له. شوفي نقصي له كامل كاع، شوفي غير ليماج وسمعي من التليفون. هاني نقص له كاع اختي. يلا شكرا حبيبتي، شكرا. هاي شكرا تعيش. يلا قولي لي، قلتي لي يا ام حسن الحسين ما قلتيليش منين؟ لا لا الاخت العزيزه. نعم حبيبتي تفضلي. أنا من الجزائر العاصمة. مرحبا بك، مرحبا بك. الله يسلمك تعيشي. عيط باش نشكركم الأخت نادية وأخت الأخ هشام والأخت سمية. شكرا حبيبتي، لا شكر على الواجب. يعطيكم الصحة، راكم منورين الشاشة، يعني ربي يحفظكم. راكم في 48 ولاية، راكم شرفين ماما في الخارج. حبيبتي. ربي يخليكم. تعيشي نطلب من أخت نادية ولا الأخ هشام يديروا لي المطلوع. ان شاء الله راني معاك، راني راح نزيد انا ثاني نطلب معاك بنولو زوج هكذا. تعيش اختي ما بيت. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي. هذا ما تطلبي حبيبتي؟ هذا ما كان. وتعيشي قولي لهم لي غراتان
ولي كلاص وغدوه كش ما يديرونا الاولاد ديالنا عيد الطفوله. اكيد ان شاء الله يكون هشام راه يسمع فينا. وانا قلت لكم انا كان عن بالي نادي اللي يدير، لكن هشام الغدوه ان شاء الله راح يدير لنا عرس لعيد الطفوله. ونادية تعيش يقولي لها دلي المطلوع الله يسترها. اي تسمع فيك نادية، اي تسمع فيك حبيبتي. نادية السلام عليكم. مساء الخير، واش راكي لاباس؟ لاباس اختي. الحمد لله عايشة، كنتوما؟ الحمد لله. الشتا راهي لاتيا. لا معليش يا فضفض، لا ما انا تعيش حبيبتي الله يسترك، ديري لنا المطلوع. ان شاء الله بربي. انا كنت درت واحد المطلوعات غابيد سميد وفارينة على شتيهم. والله ما شفتهم اختي العزيزة، حبيت نشوفهم. ان شاء الله نعاودهم لكم، لانهم واحد المطلوعات يا سميه نيمبورت كي تعرف بروفيسيونيل فارينا وسميد بزاف هايلين، نديرهم في خاطرك ان شاء الله. شكرا بيان شكرا. عندي اهداء صغير برك. يلا حبيبتي تفضلي. نهديه لبنتي معها. يلا ربي يحفظها لك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقها لي ان شاء الله. ان شاء الله آمين. ربي يوفقها وينجحها ويفرحك بها. وينجح لي ولادي، وان شاء الله ربي ينجح لنا كاع ولادنا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله الجزائر تكون دائما هي العالم ديالنا. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. هيا وربي يحفظكم وربي يخليكم ان شاء الله. يلا شكرا لك و هيا وصحة عيدنا، عيد الامومة ان شاء الله. اكيد حبيبتي صحة عيدك. هيا بالسلامة اختي، ما نكثرش عليكم. يلا مع السلامة. على خير نادية، بقى على خير سمية. مع السلامة حبيبتي، شكرا على ربي. ربي يخليك تعيش. يلا مع السلامة. يلا كنا قلنا راح نديروا حلوة جعلت شكلك تتفلي فيا. شت كنت حنديرو، قلت شنو حنديرو؟ نسيت منك هكذا. انا نقول لهم واش كنت حنقول لكم، شغل زعما على بالكم واش راني راح نقول. انا تنهضر. كنت نخمو في بزاف الحوايج على مرات بزاف راح على عيد الطفوله. نشوفوا هشام كاش ما يدير لهم، نفكروه كاش دير كوب كيك هكا، كاش دير ميني بيتزا، كاش حاجه مديكوريا. نروحوا للمقادير. ما حبيتش نخلط، بس كنت مازال ما مديتش المقادير. عندي لهنايا 125 غرام مارغارين، حكمت هذاك باكي تاع مارغارين. بون في الدار ديروه كومبلي، خرج لكم 37 حبه. انا لهنا بصح حنوريه، ديجا درته صباح، حبيت نوريه درت نصف الكميه. 125 غرام مارغارين، كاس صغير ربع سكر كلاص. سكر كلاص لهنا ماشي كريستاليزي، كنت تبعثوا لي تقولوا لي ما كاينش، تقولي سكر لي غاتو اون جينيرال كامل ينداروا بسكر كلاص. سكر كلاص ما يجيناش الكاطو يابس به، هو اللي حيمد لنا هذيك طراوه شويه. سكري ساليزي يندار في الكروكي وفي حلوة الطابع باش حاجه جينا كروستيونت. بصح لي غاطو الاخرين حنا كامل نحبوا الغاطو طري، ما فيهاش نقاش. عندي 125 غرام مارغارين ونص كاس سكر كلاص. سكر كلاص يضربوا شويه هو يبس. سوني تعيش ديروا لنا سمك اطون، كنا درناه واني حنعاودوا لهم تاع الزيت باش يرقدوه تاع الزيت، راهو وقته. عندي لهنا 125 غرام مارغارين، كاس غير ربع سكر كلاص. لهنا علاش درت كاس غير ربع؟ هي نورمالمون نديرو نص كاس كما تعرفوا في 125 غرام مارغارين. هاد الكاطون بعد ما حيترمد ما حنديرو له حتى حاجه، تما لازم يجينا حلو. كي تكون حاجه حنديرو لها معجون ولا سكر من الفوق، هي اللي نقصوا لها السكر. عندي حبه تاع بيض، عندي كاس تاع لاتاي، ماشي كاس كبير، مايزينا. عندي كاكاو، فارينا، عندي لافاني، عطر زبده، ونص باكي خميره كيميائيه. ما ديروش باكي لانه لهنا راني دايره غير 125 غرام مارغارين. هاد العطر دائما نقول لهم نخدم به سميه، انا ما يخطينيش بوغ فاني، نديروه كي ندوزو على لي باتيسين نشموه ديك الريحه، نقولو واش راهم يطيبو، هما يديرو هاد العطر باش الريحه هذيك تجي بنينه. سورتو لي غاتو ساك لي بغيوش، قلت لكم انا ما يخطينيش. تحبوا تشرو بلا دوز يعطيكم هكا قرعه صغيره، ولي تخدم للناس ولا تخدم دائما الكاطو تشري هكا قرعه تاع ريتلا وتخدم بها، هي تطول باش لادات تاعها باش تخسر. واش ندير؟ خلط هذيك المارغارين مع هذاك الكاس غير ربع سكر كلاص. حبيتو بالبيتخان بالباتور بيتكم كيما تحبوا، انا لهنا راني غير بلاسباتول تكفيني، لانه المارغارين كانت طريه. لي غاتو ساك دائما ننصحكم المارغارين تكون طريه والبيض يكون بدرجه حراره الغرفه. واش معناتها بدرجه حراره الغرفه؟ كي حطي بي غاطو جبديه فريجيدار ساعه من قبل وخليه يدي هذيك الحراره تاع داك الاتموسفير، انه الزبده تكون بارده والبيض بارد. لو كان خلطهم تحسي من داك الماء يطلع لك، هذاك البيض يطلق الماء تاعو بعد ما يكون عنده كونتاكت مع الزبده بارده. دونك حنا ماذا بينا هاد لي غاتو نديروهم درجه حراره الغرفه وتسهل علينا الخدمه خير ما كيكونوا باردين. نحاول نحل هذاك السكر مليح. هو الاحسن يتحل باليد لا ولا بالستاتيو هذا؟
قبل يرد ولا سباتشو قلت لهم يا باتور ولا اللي دير كميه كبيره دير في بيتخان ديرها تتخبط لها والكاطو المارغارين تخدم مليح مع السكر ماشي نخلطوا برك ونرموا المقادير الاخرى قد ما يتخدم الكاطو مليح قد ما يجينا لداخل الفوندون وطري واش ندير بعد ما نخلط هذا المارغارين الاخر نزيد الحبه تاع البيض داكنا كنت درت لهم وصفه غير بالبيض بيض كومبلي هما يحبوا هذيك وصفه تاع بيض خاطر كي يقعد لها البيض تقول لك واش ندير به المراه الجزائريه يغيدنا كامل يغيدنا دونك راني ندير لكم وصفات اللي يكون فيهم بيض كومبلي لهنا بهذه الحبه تاع البيض هذه الكميه حتخرج لنا واحد 19 حبه كاطو مليحه 125 مارغارين حبه بيض تخرج لك كميه مليحه نكمل نخلط هذا البيض هنا كاين اللي لهنا يقول لك البيض ما يدخليش مليح مع الزبده البيض كي يكون بارد ما يدخلش مليح مع الزبده دونك حاولوا ندخلوه مليح باش داك السابلي ولا الكاطو تاعنا ما يجيناش مشقق كاين اللي يشوفوا كاطو برك يقول لك نخلط كلش على مره ونتحصل على كاطو نو الكاطو نخدمه مليح كي تشوفي اللي هنا كشي مشقق البيض مازال ما دخلش مع المارغارين البيض فيه الماء والمارغارين فيه الماء يصرا لهمش ولا داك لو شوك يتلقوا الماء تاعهم دونك نحركوهم مليح حتى تولي لنا اون كريم جوغ اون بوماد كي تولي اون بوماد باش نزيد المقادير الاخرى خصهم دخلوا في بعضهم فوالا تولي لك ليس الوجه تاعها ليس حبوا بالفوين حبوا بال ما مازال نطلع على هدايا شويه نشوفك ما يسخون انا اي سافا ما هذه مش سخونه بزاف طلعت لهاش سخانه خلوها هكايا طيب حتى يطيب لنا الفرن تاعنا كنت درت له زوج حبات حار هكايا زوج تلقوا البنات شوفي ما درناش كامل الماء شوفي الماء اللي تلقوا له قلت لهم دير هذيك التفريشه تاع بصل وجزر هي اللي حتعاوننا احسن من نديروا الماء من العين ندوا الماء تاع الخضار احسن من ندوا الماء تاع من العين صح لا سمية عيتي لا لا تحب ندير لك لا لا اش تكتب فيها هكا خلاص ما عطيتش اني نقص بزاف ماما نجيب كرسي هذاك تاع اللي يديروا في لي بيسين هذاك تاع اللي ما تخناجا هكا يعاونك شي نقعد صح ولا نعس ما درتيش السكر ما درتيش السكر عاونت عاونت وقالت ما كاينش تعاوني ما فهمتش ندير ما عليش كاين واحد هكا دائما يخرج بكومونتير غير لائق حملوهم بالملح بالعين بيان سور بيان سور انا البارح حيروني كميه الانتقادات على لي روب تاعنا هذوك هذوك نحكي لكم وين راح المشكل كي لبسنا كيف كيف حنا شريناهم قلت لكم كيف كيف عجبونا كيف كيف لا روب تاع امي ماشي كيف كيف مع تاع سوميا شوفوا تاع كيف تاع يمات ناديا لا ميم تاع ناديا هذيك بلا هذيك في الغوز وانا ربطي في الغوز ماشي كيما تاعهم تخيلت الصيله والخياطه ماشي كيف كيف الداخل ماشي كيف كيف شقيت حتى لدار ناديا وتصورت انا ويماها بلي دو غاب غوز وناديا في وصلنا بالبلو باش عرفوا بلي مشينا غوب تاع ناديا يما بعد ما مالتها الصباح للزهايه العشيه هذه في الدار وما تسرعش ربي يهديكم وحبينا نكونوا هكا شغل تناسق باش تحسوا بلي شغل احنا صح كاين تناسق بيناتنا ما عندنا حتى مشكله نخرجوا مع بعضنا لا هي عندها مشكل معايا لا انا عندي مشكل معاها ما عندنا مشكل مع حتى واحد نجيو نخدموا خدمتنا نضحكوا نقصروا حوايج وحد اخرين كل واحد صح يلا خلينا نتقبلوا اتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام كي راكي اختي صافا والله غرغايه الحمد لله وانتوما لاباس والله الحمد لله وانتي ياك بخير الحمد لله يا ربي شكون معنا شاف نادية شاف هشام الحمد لله الحمد لله راكم بخير يا اختي شنو نقول لك راكم منورين 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 ومنورين بالبزاف حبيبتي الغالية ربي يحفظك ان شاء الله من اللي بديت وانا نعيط وانا نعيط وقلت اليوم اللي نحكمهم في يوم ما نحبش شطوره ما نخافش يسلمك صافا راكم غايه معك ام غفران من نستغاني مرحبا بك ام غفران وكل الناس من نستغاني نوجه لهم تحيه عندنا بزاف اوفياء نستغاني يا اختي رواحي ضربي دوره فوتي علينا واحد بواحد وانا الاولى فيهم أسناني معروضة في تيارت ومن بعد هو مع مع يا صيفا يا صاي كي تجي لتيارت هودي هودي المطاعم ضربي علينا كاع دور علي عرضك وحباباتك كامل جيبي معاك نادية جيبي معاك شاف هشام اللي تحبي تجيبي معاك في الشروق جيبي مرحبا شوفوا شحال كرامة شوفي عرضوني وندير لك البغرير ندير لك البغرير شحال نبغي البغرير سكتي برك نموت حتى مشكل ندير لك الا قنين تاكلي حتى تكرهي منها صايمه تزيدي كاع تقولي البغرير
شاء الله حبيبتي. شوفي قلت لك في الوجه ان شاء الله يا ربي. عرضوني في تيارت وعرضوني في معسكر وعرضوني في وهران ودوكا مستغاليم وعنابه وزيد ناديه. يلا نبداو في الغرب وبعد نروحوا للشرق نحوسوا. عندنا كنت بداي بينا حنا الوانه بداي بينا حنا الوانه تيارت من بعد حنا نبدا نروح هذيك هي الخوالي من بعد نجي عندك خالي ومن بعد نجي ان شاء الله ان شاء الله والله مرحبا ان شاء الله عمري ان شاء الله حبيبتي ربي يخليكم. ويعني مشي غريبه على الجزائريين ولا مشي جديده على الجزائريين انهم شعب مرحب يعني هكا كرامة ويرحبوا بي في كل الولايات. والله غير مرحبا بكم كاع ليكيب ماشي غير وحده ولا كاع ليكيب مرحبا بيا حبيبتي الله يعطيك متمنى ان شاء الله. قولي ناديه سالي ناديه كي راكي صافا؟ ناديه النور واش راكي لاباس؟ لكن مليحه الحمد لله عايشه كنتوما الله يبارك عليك يا زابوني يا تعشمي حبيبتي عايشه يبارك الله يعطيك الصحة اختي كاع شارك ديري لها يعطيك الصحة سيد هذوك المطلوع اللي كنتي ديجا درتيهم ديك الصغيرين خرجوا شابين بالبزاف. شتيها شحال ناجحة الوصفة؟ شابة شابة بالبزاف وخفاف. ايه فوالا الله يعطيك الصحة يعيشك صحة حنان. واليوم بغيت نقول لكم حاجة اليوم أنا درت اليوم عيد زواجي أنا درت 4 سنين. ربي يهنيك إن شاء الله. ان شاء الله ويهني كاع الناس يا ربي والله ما يهني كامل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. واللي كما قال لك اللي محتاج دريه الله يعطيها له اللي متمني اي حاجه اي حاجه يعطيها له ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. بوسي بوسي وبنتي وبنتي راهي تقول لي قولي لطاطا تجي عندنا هذيك اللي راهي طيب واللي حداها يجوا عندنا يا مامي يجوا عندكم ان شاء الله ان شاء الله انت ثاني روح عندنا ان شاء الله. والله مرحبا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وانتم ثاني مرحبا بكم في اي وقت. شكرا. والله ماشي هضره بركه والله تجوم اي نردكم على راسنا وعينينا على بالي حبيبتي يعطيكم نتمنوا ان شاء الله. شكرا ليك. وسمية نقول لك ما تدينيش على التعليقات نورمال كاين اللي مريض من قلبه هكا اللي كي عارفه انا نحب نقرا باش ما يقولوش باللي زعما راه يتخبي باسكو كنت نقرا هكذا في لي كومونتير باش ما زعما التعليق نجوز نقرا عادي مانيش نعاون باسكو انا صحافيه شغل نعاون كل حاجه فوالا قولي لهم انا في الباج تاعي صحافيه ماشي طباخه. صح ماشي طباخه ومع احترامي الكامل طباخين وكامل اللي شاف تاعنا وانا دايما سي سي بون وعد وعدينا اسمحي لي وعدينا كاش نهار ناديه تقدم وانت طيبي لنا ما نقدرش راه حتى تعلم كاش وصفه تكون انت نادي نحفظ فيا كلام المهم كل ان شاء الله ربي يهنيكم وربي يفرحكم ان شاء الله وتبقاو على خير ونخليكم بخير ان شاء الله. حبيبتي الغاليه ربي يحفظك يسلمك ربي يخليكم صحه بسلامه ان شاء الله. ربي يهنيك مع الزوج تاعك وان شاء الله دوام المحبه يسلمك ربي يهنيكم انتم ثاني ان شاء الله ويفرحكم. شكرا لك حبيبتي يلا مع السلامه يسلمك منا كامل على الاهل يلا يسلمك ان شاء الله ربي يدوم هناها ويدوم كل يعني واحد مقبل على الزواج ربي ان شاء الله زواج سعيد وكل وحده راهي في دارها ومهنيه ربي ان شاء الله يدوم عليها لهنا واللي راهي مغبونه نقولها صبر وربي يفرج ان شاء الله على كل واحد مغبون يعني نخمو في هادو ونخمو في هادو نادي فوالا يلا خلينا نعاود نذكروا بالوصف ما خصكش لا لا انا شربت الماء اللي هيك ما شتيش طولت بقى تنقول زيت شويه من هذا يلا واش درنا ناديه؟ نعاود لهم الوصفه 125 غرام مارغارين كاس غير ربع سكر كاس تاع لاتاي هذاك الصغير برك مايزينا حبه بيض درت فانيلا نص كيس خميره كيميائيه عطر الزبده وعندي لهنا الفارينه الفارينه اللم عادي شغل كنت لمو في صابلي ماشي ناشفه وماشي تلصق بزاف قلت لكم القطوات جامي تنشفوهم لموا هكا شوفوا انتم تشوفوا هاد التلاصق باسكو يديكم راهي فيها لاباط اوتوماتيكمون تلصق كون تروحوا تغسلوا يديكم وتمسوا لاباط تلقاوها سيبا شوفي انا كي نمسها بهذه ديجا اللي فيها لاباط هاي تلصق نبدا نقعد نزيد في الفارينه في الفارينه وهي راهي كيبسلي فوالا دائما الواحد كي يحس باللي لاباط تاعو مليحه واش يدير سوا ينيطواي يدو سوا بهاديه واش يدير يدير هكا امبول يشوف ها ما راهيش تلصق يحبس لانه كل نقعدوا نزيدوا في لافارينه يجي الكاطو يابس يقولوا لك الكاطو تاعنا يابس هذاك اللي درتو لهم عندها دو جوغ درتو بالزيت فهمتهم تخي تخي بيا كيفاش يديروه ما يقعدوش نشفوا خلوا لاباط تنطلق 10 دقائق تريح يولو يلقاها شربت باسكو لافارين قد ما تريح قد ما راهي تشرب لهنا واش ندير قبل ما نشف لاباط تاعي نحكم كميه هكا ما نقسمهاش على 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 نص كميه تاع الفاني كبيره على كميه تاع الكاكاو واش ندير
نو صافا هنا نديرها لازم حاجه كبيره باش نواسيها فيها. لهنا هاد لاباط اللي نحيتها تكون قل منها، هذه مثلا زوج دو باغ وهذه اون باغ، ماشي النص بالنص لانه نسحق شويه تاع الكاكاو. نزيد لها زوج ملاعق كاكاو قبل ما تنشف لاباط ديالي، لانه كنت نشف ونزيد لها الكاكاو حتولي لي يابسه. ندخل هذا الكاكاو هنايا، الكاكاو كنت غربلته ولا لا لاباط تاعي، معليش ما جبتيش هذاك لي ريسيبيان ديريكتومون صح هكذا نحطوها. قصتها شويه كاكاو مي معليش معليش تجي شويه مارون بيج هي ديجا فيها لاباط شوكولاتي. لهنا ما تعجنوش، دخلوا غير هكا في صبعتيكم، كون تعجنوا مع الكاكاو لاباط حتولي لكم الاستيك. فوالا هاد الكاطو بزاف بنين وساهل سوميه او اقتصادي في نفس الوقت. فوالا اقتصادي ما فيه والو، قلت لك هاد الكميه تخرج لكم 19 حبه، كي دوبلي ويخرج لكم واحد 37 حبه ولا 38 حبه كيما درتهم انايا. انا برك قسمت لهنا الكميه باش ما يجينيش بزاف كميه لانه خدمته ديجا صباح. التزيين تاعو خفيف 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 ظريف. لهنايا هاد الكاطو نقدروا قلت لك نحشوه شوكولا، بصح حنا دابينا حاجه اقتصاديه، بات نقسم منها نزيد لها شويه كاكاو وانايا تحصلت على كاطو الذوق تاعها بزاف بنينه تجي. هاي ديك لاباط تاعي غير لميتها، نحطها لهنا مع لاباط فاني ديالي. نحي هادو معنا يلا نسيو فقط مع الوقت ناديه شحال الساعه ما بقاش بزاف سميه، نوري لهم غير الشكل فقط. راهي 44 دقيقه الحوتات الحوتات ما تريسكيليش يا درا يا درا هذيك تاع الكوشه زعما ما تكونش هذيك تاع الكوشه بعد ما طابت شويه واش درت نحيت لها الالومنيوم هذاك اللي من الفوق باش تكمل تنشف وتحمر لي شويه من الفوق. حبيتي تاع الكوشه انت ولا تاع الطاجين؟ من ومن؟ هاي صعبة لا لا طاجين تعجبني كي تهضر في الوجه سميه حبيتهم في زوج باش نعرف باش خطاها كي نطيب وراهي اللي ندير هذه ولا هذه. واش ندير لهنا لاباط فاني نوزنها 20 غرام، ما تحبوش توزنوا ما توزنوش، انا والف الميزان. وثاني نحب نوري لكم لي بون زابيتود في الكاطو اللي حنا نديروهم، وانتم في الدار ديروا اي حاجه تساعدكم. اللي توالف تخدم معايا تحكم بكميه كبيره وكميه صغيره تاع لي دو بابتيت بول تاع لاباط. شفت الطابليه تاعي فيها الكاكاو تقاصد الطابليه حكايتها حكايه هذه نشفها لا سامر تايم بالبوندو تاعها توحش لي كولا صح جينا نحب لي كولا. لاباط شوكولاتي درتها 10 غرامات يعني هذيك 20 وهذيك 10 يعني 10 فوالا باش نديروها الحشو ديالها. ما حبيتوش توزنوا ديروا عينكم ميزانكم. شنو لاباط تاع شوكولا تكون شويه صغيره نطلعوا بك على الطويجين هذايا ما بقالهاش بزاف، شتو الحوت ما فيهش الروح. زيد نشفلو بك شويه هاد لاصوص ونطفوه. تزيين غير شويه معدنوس من الفوق كل حاله لاباس بها. نروح نخلص ندير المشاكل ونجي هلا نزيد نوزن حبه ونوريكم الشكل تاعها. سهله بزاف هاد الوصفه، راني نتعمد في الوصفات السهله. علاش؟ باسكو ماشي قهوه بها ماشي وقت صح يحبوا هما البريستيج والله غير كيما درنا يعني الحلويات الحلوه تاع العيد ماذا بكم غير حلوه قهوه بها حلويات بريستيج من حل الخطبات ايتو نديروا لهم نهار ونديروا لهم لي غاتو اللي راهم توندونس. يلا نكتفوا بهذا نورو لهم فقط الطريقه. تعطيني داك الحليول كيف تقولي له صح والله الحليول هذا. واش ندير؟ نحكم هاد لاباط نحلها هكا شويه اوبال. شوفوا كيفاش حليتها، شوفوا لاباط تاعي راهي طريه ما تزيدولهاش بزاف الفارينه. يخلوها تريح في الدار ولا لا؟ لا ولا مباشره نخليها 10 دقائق ربع ساعه لو تون نيتواي البلان دو ترافاي اي تو يخدموا. ندير هاد الحربوش لداخل على شكل حبه شغل تاع تمر هكا فقط. هاهي قطعت تاعي شكرا. ونطلع هكا عليها، نحاول نغلق هذيك لاباط فاني على لاباط شوكولاتي. كي نغلق ما نخرج الهواء باش لداخل الحبه ما تجينيش لداخل معمره بالهواء وتتشقق لي كي طيب. نديرهم هكا اصابع في الوسط خشان ومن تحتها
يلا نعاودوا وحده على السريع، نعاودوا نذكروا وجبه فيها ناديه. 125 غرام مارغرين، كاس غير ربع سكر، كاس تاع لاتاي مايزينا، حبه بيض، نص باكي خميره كيميائيه، فانيلا، عطر زبده وفارينه. كميه واحده نقصت منها من هذه العجينه، نقصت وزدت لها زوج ملاعق تاع كاكاو. الكاكاو تزيدوه قبل ما تنشف لكم العجينه، لو كان تزيدوه كي تكون نشفت راهو رايح تجيكم دخلاني يابس. شوفوا واش راني ندير، عندي جوغ اصابع بعد ما يطيبوا ويخمروا الوسط حيتحل ولي كوتي يقعدوا هكاك رقاق يجي الشكل تاعهم بزاف شباب. ها و كي يطيب ما ندير له والو، حب نسوبو دغيا عليه شويه سكر كلاص، وانا درت له لي غيوغ تاع شوكولا باش نكافيه وشبحته بشويه بيستاش برك من الفوق. حبوا ما يديرولوش دي غيوغ، يديرولو دي غيوغ شوكولا بلون، شوكولا نوار، اي حاجه يحبوا يديروها. تزيين اختياري، نقدر نخليه حتى هكا لانه كاطو غير تاع قهوه. هانا نخدم هكا، حربوا شغل حبه تمر لداخل ونغلق على الكاطو هذايا. عفوا شوفي خدمتهم كاع ما لصقوش، وهذه كان ينزرب لصق. نغلق برك مليح عليه هكا. بعد ما يطيب كي نحلوا الحبه تاعنا حنلقاو لداخل لا بات شوكولاتي وبرغاني، حيجي بزاف بنين. تحبين نروحوا فاصل سمية؟ اكيد نروحوا فاصل باش ناخذوا الوقت على طاوله التقديم باش تشوفوا هكذا واش حضرنا اطباق لنهار اليوم بعد هذا الفاصل. الاشاره دائما الى طاوله التقديم. نادي يعطيك الصحه على الحوتات اللي درتيها. شكرا على واجب خفيف ظريف لكن طابق بزاف بنين هذايا. الحوته اللي درتها في الفوق هاي اللي قدمتها غير بهذاك المعلق. شوف الخضر هذوك بعد ما يطيبوا ويتو يتعسلوا يجي ذوق تاعهم زاف بنين. اكيد تعرف الطاجين اللي درت مازالو سخون. واللي درتها في طاجين هاي لك هي صح البنه تجي في الطاجين، لكن اللي ما عندوش طاجين يقدر يستغنى عليه. هذاك القارص ما تقولوش حيطلق لنا حماده، ولا كونتخيغ حيطلق لكم واحد البنه بزاف بنينه. لي غاتو ساك تاعنا هامليك، درت لهم قلتلكم دي غيوغ دو شوكولا وزينتهم شويه بهذاك البيستاش. هاي سمية حطيت لكم واحدة نوري لكم الشكل الداخل. يجي جوغ غاتو محشي. هذوك لي بول دو شوكولا تقدري تاني ديرهم شوية حلوة تطر، لكن أنا كان جا غاتو تاع قهوة عادي ما حبيتش نخلط فيه بزاف باش نبسطو لهم شوية المقادير. يعطيك الصحة سمية. العفو نادية، يعطيك الصحة ان شاء الله. اكيد والغدوة راح نتلاقاو، نتلاقى انا بهم مع الشيف هشام كاستي. اكيد الغدوة عيد الطفولة ان شاء الله راح يكون نسيو نديرو يعني تام هكذا سبيسيال للاطفال، على بالي كامل تحبوا تفرحوا ولادكم وربي يحفظهم لكم ان شاء الله. نادية يعطيك الصحة مرة أخرى، نتلاقى بك نهار سي ان شاء الله. عندنا هداء اليوم عيد ميلاد أميرة بوعنصر. أميرة بتخت ناعمة، يلا بتخت ناعمة نقول لها عيد ميلاد سعيد اللي مقبلة 3 سنين. ربي يحفظها ان شاء الله ويطول في عمرها. تحياتي لكل الفريق اللي عمل معايا لنهار اليوم، من المخرج محمد الامين جنادي، العلاوي اسحاق، رفيق، رؤوف، رفيق ولا فاروق دائما عندي بروبليم مع فاروق ورؤوف. فاروق وباسط، رضوان كسري، امام في الصوت، نعيمه بلا ما ننساوها اللي دائما واقفه معنا حتى نهايه البرنامج. يلا تلقى حمزه مشي معنا، ايمن معنا. حمزه ما يخدمش حمزه ما يخدمش معنا، ما ديريلوش اهدا يخدم كالشركه. هوش خدم معنا في